يحضر معنا الآن المخرج الكبير والذي له قلب ما يقول أنه يحاول أنه يدافع عنا طبق المشرب إلى آخره. الأستاذ نور الدين الخماني يعني يعاب عليك أنك تقلد المخرج الدرقاوي، ما ردك عليه؟ إلا قال هذه أول مرة كنسمعها، ولكن إلا قالوا أنا فخور نقلد الدرقاوي. إلا كان ممكن قلد مخرج مغربي أنا شرف، لأن يقارنوني مع مخرج مغربي، لأن بزاف الناس تقول لك أودي كاين واحد لا نوفيل جينيراسيون، لا نوفو سوفل، وكنساو بأن كانوا عندنا مخرجين كبار بحال الدرقاوي، بحال جيري فرحاتي، بحال تازي. بالنسبة لي أنا شرف كبير أننا يقارنوني مع زعما ماشي عيب، بكل فرحات. اللي كي البعض كيقول بانك انت دائما كتحاول انك يعني في كاع التجارب ديالك انك درت غير الجانب المظلم ديال المجتمع، وهذا خطا لان كو شافوا الناس دابا المشكل الناس فاش كيحلوا العمل ديالي كيبقوا دائما كيعاقبوا على داكشي اللي عندهم معاه مشكل، يعني سواء اللغه سواء دوك يعني دوك المشاهد اللي هي شويه قاصحه، ما نقولش قبيحه ولا قاصحه، لان اي واحد كيشوف الفيلم كيبروجي راسو على راسه يروجيتيها، يعني وكنولي انا هو داك المخرج اللي قبيح اللي باغي غير يبيع، وكيحاولوا يلقاو لي التحاليل هذه. لا، الا شافوا هاد الناس الافلام اللي درت في النورفيج، انا كنافيكي في واحد يعني واحد لو جون ديال السينما اللي سميتو لو جون سينما نوار. لو سينما نوار عنده مقاعد ديالو، عنده مقاييس ديالو، اللي هو الليل، اللي هما لي زومبر، اللي هما لي بيرسوناج مارجيناليزي، اللي هو داك السيد اللي ما عندوش البوفوار وكيولي عنده البوفوار لانه كيدير شي حوايج زوينين على فا. لا، ما تنظنش بان انا عندي واحد النظره سلبيه ولا متشائمه على المجتمع ديالي. لا، ولكن ماشي هكاك، يعني البعض كيقول بان ديما كتسوق هكاك، يعني ما علاش ما كتفكرش انك تنتج افلام في الجانب يعني المنير الى اخره؟ وراه كاع الا شتي افلامي كلها على فاف كاين فيها واحد الجانب المنير، لان مثلا الزيرو كينقد البنت، كيعتقدك البنت في لافان ديال الفيلم، يعني كدير هاد الجست هاكا كتعتق انسان بحال عتقت الانسانيه، راه كاين الميتافور. انا تنطلب من الناس اللي عندهم هاد الفكره على العمل ديالي يشوفوا الافلام ديالي من جديد ويحاولوا يحلوها بطريقه اخرى، حيت كاين لي سامبول وكاين لو سو تكست بزاف وكاين النون دي بزاف وكاين واحد القراءه اخرى على الافلام ديالي. اما بالعكس هاد الهضره ما كانش كيقولوها فاش درت لو غوغار مثلا، تقول لا واحد السيد كيدير لنا شي حاجه زوينه وكيوري المغرب بطريقه، يعني اللي درتيها غادي ولكن ماشي مشكل. انا تنقول الفنان كما كان نوعو الى خلق نقاش ولا خلق حوار في المجتمع، هذه اهم مهمه. الا كنت غادي نجي نصايب فيلم يدوز غير سيمانه وتحد ما يهضر عليه وما تخلقش واحد النقاش، يعني المجتمع ديالي ما بتاش ليا. ولكن الغريب هو ان ماشي فقط بعض الناس اللي كيديروا، حتى بعض الفنانه سمعتهم البارح في شي جرائد تيقول لك خصنا هذا السينما ماشي سينما مغربيه، وانما السينما كتجي منها من الخارج، وهذو فنانه سينما بحال داخله علينا، وتيقول لك الفن النظيف وهاد نفس الفنانه لان قريت سميتهم عرفت شكون هما اللي كنعرفهم، كيجيو عندي من بعد يقول ضروري جيتي بوسوني تيقول لي ما قراناش نخدم مع كاسر خماري. دونك هذاك النفاق الاجتماعي ما كاينش غير في المجتمع، كاين حتى عند الفنانه. والغريب هو الفنان حتى هو عنصر المجتمع. اي، ولكن ما تكون ممكن تكون فنان وما يمكنش تكون فنان ومعقد، ما يمكنش تكون فنان ومحافظ، ما يمكنش تكون فنان وكتتنافق، لان الفنان شي حاجه عندي انايا، الفنان نوبل كينزلوا عليه ويعاقبوه ويديروا ليه كلشي، كيبقى دائما راسه مرفوع تيقول هذه هي الطريقه باش كنشوف المجتمع ديالي وهذه الطريقه باش غادي نمشي. واحد النهار يا اما تتفقوا معايا وما تتفقوش معايا ماشي مشكل. نعطيك مثال، انغمار باغمان في السنوات الخمسينات فاش دار له ساتيام سو، نطلع المجتمع السويدي اللي هو واحد المجتمع محافظ في ليبوك البروتستان، وسموه لونتي كريست وعيروه. الان تيقول لك هذاك السيد مخرج رائع. وكنعاود نرجع لان الفنان الا ما كانش عنده واحد لا فيزيون اللي يقدر يعيروا فيها الناس اليوم ماشي مشكل، ولكن من دابا عام عامين نعاود نرجعوا لهاد الافلام ونحلوهم ونناقشوهم، لان عندي انا واحد المشكل هو كنشوف دائما للامام، كنشوف المستقبل، لان دابا 20 عام غيجي ولاد ولادنا ولا ولادنا وغيقول لك اسير خماري اشنو درتي لنا،
ما وريتوناش المغرب كي كان كذبتوا علينا نافقتونا بدرونا داكشي كلشي سوبرفيسيال داكشي سوبرفيسيال راه كيجينا من تركيا وكيجينا من مصر وكيجينا من سوريا اما الان انا ما باقيش ندير كي كنقول يعني لو غوبان دو بوا ولا باغي نحل انا مغربي وهذه بلادي وهذه الهضره اللي كتسمعوا في الحوار ديال الفيلم ديالي ما كنجيبهاش مشي من راس اخرى كاين في الشارع وكاين بير كاين كثر كنحاول نقاد شويه حتى انا رغم داكشي كندير لو توسونسيون اللي بغيت نقول هو ان تنحب وتنبغي ان الناس من يشوفوا الافلام ديالي يقدروا ما يعجبهمش حقهم هذاك بالفرحه ديال لا ما عجبش الفيلم ديالك كفيلم وك ك كاستوار ولكن ما يبقاوش دائما غير موقف في الحوار لان انا كندير واحد العمل انتروبولوجيك على الحوار ديال المجتمع ديالي وما يمكنش لي نكذب استاذ انت دائما كتجيب ممثلين جداد علاش خاص وفي الحقيقة مش حيت عندي شي حاجة ضد الممثلين الآخرين أنا عزيز على الممثلين الآخرين كلهم كاينين في الفيلم ديالي وإنما يعني الأتموسفير اللي باغي نخلق في الفيلم هذيك الأتموسفير ديال الفيلم نوار البوليسي أو الدراري ديال كازانيغرا كنبغي وجه جداد اللي يعطوا واحد لينيرجي أخرى اللي باقي ما شفناهاش يعني بحال بتقول باغي نحاول نصور الدار بطريقة أخرى بشكل آخر كيف شفتها أنايا في الأفلام الأخرين وبهذه الطريقة كنجيب وجه أخرين دونك بالنسبة لي أنا أهم حاجة هي لينيرجي الممثل اللي كيعطي إلا كنت غنجيب ممثل غير لأنه معروف وما كيعطينيش لينيرجي نو ما كرهتش أخويا ممثل اللي واخا كبر والعكس إلا جبت واحد معروف راه غيعطي بزاف ديال الشهرة وغادي يكون غيجيب معاه البوبليك ديالو ولكن كاين الممثل بحال ماجد إكستراوردينير كاين الممثل بحال إبراهيم كاين الممثل بحال راوية اللي عندهم واحد الكارما إكستراوردينير من الفيلم بصح بالنسبه لي انت ذكرتي الدار البيضاء يعني انت هو النسخه ديالك قصدي كان قبل هو اسفل علاش ما حبيتيش يعني تروج اسفل في شي فيلم والناس اللي كيعرفوا الاعمال ديالي درت صورت اسفل ثلاث مرات وانا فكنت ساكن في النرويج جيت مشيت واحد الطاقم النرويجي وصورت واحد الكور ميتراج اللي سميتو العرض الاخير في اسفي مدينه اسفي اللي درت فيها وصورته في الحي ديالي قبل ما يريب لان الحي ديالي مابقاش دابا سميتو تراب الصيني وحي كامل الفقراء وريبوه لان واحد ضرب حر وخافوا الناس يتاحوا وثانيا درت واحد الفيلم سميتو لو غوغار النظره اللي هو تا كانت واحد برودكسيون نورفيجو ماروكان باردون وجيت لدرت الفيلم كله في اسفي ودرت واحد ليبيزود من السلسله ديال القضيه في اسفي ماشي حيت انا مسفيوي خصني ندير دائما الافلام ديالي في مسفيوي انا تنظن بحال المخرجين الكبار ولا اي مخرج اي فنان ما عندوش فقط حيت زاد في مدينه خصو يصور المدينه ديالو خصو يقدر انا ما كرهتش انا كنبغي كنموت على نمشي نصور مثلا طنجه او لوريون ما عمرني مثلا ما شفت في كيك ما عمرني ما شفت بجراده ما عمرني ما شفت تازه ما كرهتش وكنحلم نمشي نصور هذا المغرب اللي انا كنظن غيكون مغرب جميل جدا اخر سؤال هو الجديد ديالك دابا كنخدم على جوج بروجي دو بروجي واحد نيت في طنجه اللي قلت لك على العلاقه ديال المراه في المجتمع اللي كنظن انايا عندها بزاف ما تقول وحقرنا بزاف وما كنتصنتوش ليها كان ديما كنحصروها في دور ديال الام او ديال الاخت او ديال البنت وانما بغيت نوري بان المراه المغربيه عندها بزاف ما تقول في المجتمع البروجي الثاني هو الجزء الثالث من تريلوجي ولا ديك الثلاثيه على الدار البيضاء اللي كيهضر عليها واحد السوجي اخر اللي غادي تشوفوا بعد ان شاء الله التوفيق الله يبارك فيك ميرسي بوكو